أكدت كوريا الشمالية أنها ستهاجم جارتها الجنوبية بأسلحة نووية إذا اختارت مواجهة عسكرية وقامت بضربة استباقية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قولها بأن إدلاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي بتصريحات أو التصريحات الأخيرة بشأن هجوم استباقي على الشمال كان خطأ كبيرا بحسب وصفها. تسببت تجارب بيونغ يانغ الصاروخية والنووية في زيادة توتر العلاقات مع جارتها الجنوبية بصورة تنذر بإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين الدولتين الجارتين. فما هي القدرات العسكرية لكلا الدولتين؟ نتابع.